بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء يكتشفون سقفا إلكترونيا يحمي الأرض من شر الأشعة الكونية الحارقة. دعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف العلمي ونحمد الله تبارك وتعالى أن سخر هذه النعمة التي كثير من الناس لا يشعر بها. يقول العلماء إن الأرض محفوفة بالمخاطر ومن كل الاتجاهات، فقد وجدوا أن كميات هائلة من الإلكترونات القاتلة والتي تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء تحيط بالكرة الأرضية على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر. هذه الإلكترونات لو وصلت للأرض لسببت مشاكل كثيرة، وسبحان الله العلماء يكتشفون درعا غير مرئي يبعد حوالي 11,584 كيلومترا عن كوكب الأرض. هذا الدرع أو السقف يحمي الكوكب من الإلكترونات الخطرة فائقة السرعة. لقد اكتشف العلماء خلال البحوث طبقة لا تصدق على الحافة الداخلية للحزام الخارجي على هذا البعد، تظهر وكأنها مثل حائط زجاجي أو درع أو سقف واقي يعرقل الإلكترونات فائقة السرعة من التحرك نحو الغلاف الجوي للأرض. ويؤكد البروفيسور دانيال بيكر أن هذا الدرع يشبه الحاجز الزجاجي الذي يقي الأرض من الإلكترونات القاتلة، والتي لو وصلت إلى الأرض ستغير المناخ وستعطل محطات الكهرباء وترفع معدلات الإصابة بالسرطان. سبحان الله أيها الأحبة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أمام هذه الحقيقة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.